كيف اتسعت رقعة معاركنا وتعدد الأعداء بعد سقوط عدن بأيدي الانقلاب الانتقالي؟ هل ما زالت معركة استعادة الدولة قائمة؟ أم أن ميليشيا الحوثي أصبحت بمأمن من المواجهات العسكرية، خصوصاً أمام تخبط وتلاشي الشرعية؟ هل دخلت اليمن زمن الشتات؟ أهلاً بكم. تساءل الزميل علي الجرادي، انقلاب أول في صنعاء وانقلاب ثاني في عدن، وميليشيا في الشمال وميليشيا في الجنوب، ورئيس بلا موقف، وشرعية تبحث عن شرعيتها وسط أطماع التحالفات العمياء، ماذا بعد؟ وإلى أين تمضي البلاد؟ المساء اليمني بدوره يتساءل، كيف أثرت تطورات الأحداث الأخيرة في عدن على الحرب ضد ميليشيا الحوثي؟ هل لا يزال بوسعنا استعادة زمام القوى بمعزل عن الإخوة الأعداء في التحالف؟ أم أن سقوط عدن كان فصلاً من مسلسل إسقاط بقية المحافظات وترسيخ سلطة ميليشيا الحوثي بصنعاء؟ كيف أسهمت الشرعية التي تحجم حتى عن مكاشفة العالم واليمنيين بما يحدث وتقدم الحوثي للمجتمع الدولي أنه الفاعل الأبرز والأقوى في الميدان؟ كيف أزاحت هذه المعارك الجانبية الثقل والإدانات عن ميليشيا الحوثي كعدو أول وأبرز لليمنيين؟ أي يصبح هو السلطة الحاضرة في شمال الوطن؟ الانتقالي هو الحاضر الأقوى في جنوبه، وشرعيتنا بلا أرض ولا هدف لتغرق اليمن في أتون صراعات دون أن تجد من يمد لها طوق النجاة. تمضي كل الأحداث وكأن الجميع يعمل لمصلحة تمديد عمر ميليشيا الحوثي وتثبيت سلطتها. انقلاب آخر بعدن يعزز انقلاب صنعاء ويقسم ظهر البلاد. خطوة لم تكن في حسبان ميليشيات الحوثي، لكن بات بوسعها الآن أن تستعيد أنفاسها وأن تندد بحملات الترحيل والسلب والنهب لأبناء المحافظات الشمالية في عدن وتستقبلهم وكأنهم رعاياها. بعد انقلاب المجلس الانتقالي بدعم مباشر من الإمارات والسعودية واتهامات رسمية بذبح الشرعية، صار بوسع الميليشيا أن تخاطب اليمنيين وتؤكد لهم أن تفتيت البلد وتقويض وجوده هو المشروع الحقيقي للتحالف، وأن تجد آذاناً كثراً تصغي لهذا القول وتؤمن به بعد أن كانت الحوثية هي المتهم الأول والوحيد لهذه الجريمة. نصبت ميليشيا الحوثي نفسها مؤخراً متحدثاً باسم اليمن واليمنيين، وهي تحاول استثمار الغضب المتصاعد شعبياً على سلوك التحالف ومطامعه التي وصلت ذروتها. ثغرة وجدتها ميليشيا الحوثي مناسبة لإعادة تقديم نفسها للمشهد بجزء من ادعاءاتها، والتي للأسف أصبحت لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة بسبب الخيانات المتوالية في صف الشرعية والتحالف. لم يعد الحوثيون وحدهم خطرا على الدولة اليمنية ومستقبل اليمنيين، فقد باتت السعودية والإمارات ومنتجاتهما المحلية مصدرا لخطر لا يقل عن ذلك الذي تمثله ميليشيا الحوثي. هكذا أصبحت الميليشيا وخطرها يتخفيان خلف أخطار أخرى لم يكن اليمنيون يتمنون أن تظهر لهم في مثل هذا التوقيت السيء. في اللحظة التي تنازع فيها الشرعية أملاً في البقاء، وهذه أبرز تبعات أحداث عدن، يتساءل المراقبون إذا ما كانت معركة إسقاط السلطة الحوثية واستعادة الدولة لا تزال قائمة، أم أن ذلك أصبح الآن بعيداً وصار بوسع الميليشيا أن تعمل على ترسيخ سلطتها وتدعم مداميك دولتها. صار بوسع ميليشيا الحوثي الآن أن تعيد ترتيب أوراقها وتقدم نفسها أمام ما تبقى من اليمنيين بأنها السلطة المعبرة عنهم، وأمام العالم على أنها الفاعل الأبرز والأقوى في الميدان، فيما بات مشروع استعادة الدولة اليمنية الآن أبعد وأشد صعوبة. إذن مشاهدينا الكرام، أجدد ترحيبي بكم وبضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث الدكتور عادل الدشيلة، والذي سينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية المساء الخير دكتور عادل، وكل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا. مساء الخير. لو بدأت معك بسؤال دكتور عادل، كيف استفاد الحوثي برأيك من مظاهر الانقلاب الانفصالي في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يمكن القول بأن الميليشيات الانقلابية المتمردة الحوثية هي الرابح الأكبر من ما يجري اليوم للأسف الشديد في المحافظات المحررة، وعلى وجه التحديد في عاصمة البلاد المؤقتة عدن. لقد جاء التحالف العربي منذ اليوم الأول ولديه أهداف استراتيجية واضحة، ولكن مع الأسف الشديد انخدعنا بهذا التحالف العربي.
على مدى الأربع سنوات الماضية كان هناك تهريب الأسلحة لهذه الميليشيات المسلحة، أي الميليشيات الحوثية من الميليشيات المسلحة في عدن التي تتبع الإمارات العربية المتحدة. اليوم التحالف العربي بعد أن نفذ أهدافه الاستراتيجية في اليمن وزرع الأحقاد والكراهية ودمر السلم الأهلي والنسيج المجتمعي ومؤسسة الدولة المدنية والعسكرية، ها هو اليوم يختم يعني المشوار بدعم ميليشيات مسلحة، ميليشيات صدو في داخل مدينة عدن. هذه الميليشيات المسلحة اليوم نفذت المشروع الإماراتي بامتياز داخل عدن، والميليشيات الحوثية نفذت المشروع الإيراني بامتياز داخل صنعاء وبعض المناطق الأخرى. إذن نحن الآن أمام سيناريو حرب أهلية جديدة مع الأسف الشديد ستندلع، وهناك رواد لهذه الحرب الأهلية داعمين إقليميين، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة إيران. نحن للأسف الشديد الآن دخلنا في مربع العنف أكثر مما كان حاصل في الماضي، ولذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحمل المسؤولية الكاملة عما حصل ويحصل. وينبغي على الحكومة اليمنية إذا كانت لا تستطيع أن تقول لهؤلاء إلى هنا ويكفي، عليها أن تتوجه إلى المجتمع الدولي. هناك منظمات دولية، هناك مجلس أمن دولي، لا ينبغي على الحكومة اليمنية أن تسكت عما يجري. مع الأسف جاء محمد بن زايد قبل يومين يقول بأنه يدعو أعضاء الحكومة اليمنية أو الحكومة اليمنية إلى الحوار. كيف يفكر هؤلاء القوم؟ يعني الرجل عشية الانقلاب وعشية السطو المسلح من قبل هذه الميليشيات المسلحة كان رئيس ما يسمى بالحراك الجنوبي داخل عاصمة أبو ظبي، ثم توجه إلى عدن وأجرى ونفذ الخطة الإماراتية، وبعد أربع أيام يستدعى العاهل السعودي بعد أن نجزوا المهمة، الرئيس اليمني تعال إلى هنا، ثم يدعو التحالف العربي الحكومة اليمنية إلى حوار مع هذه العصابات المسلحة. أي أنهم يريدون من الحكومة اليمنية أن تشرعن مثل ما شرعنت التحالف العربي التدخل في اليمن، يريدها أن تشرعن لهذه الميليشيات المسلحة. نحن أمام سيناريو خطير. باعتقادك دكتور، يعني هل كان المخططين والمنفذين لهذا الانقلاب على وعي بمقدار المكاسب التي سيحصل عليها الحوثي؟ هم سواء كانوا مفكرين، يعني هم يعرفون جيدا هؤلاء لا يحاربون الحوثي. ليس هناك استراتيجية واضحة للتحالف العربي في أن يحارب الحركة الحوثية. التحالف العربي على وجه التحديد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعموا حركات الانفصال في 94. ينبغي أن نقرأ التاريخ جيدا. في العام 1962 هؤلاء السعودية دعمت الملكيين ضد الجمهور واستمرينا ثمان سنوات وفي الثمانينات دعمت أيضا التيار التقليدي في شمال اليمن ضد التيار اليساري في جنوب اليمن، وكان هناك ما يسمى بالحرب الأهلية، وجرى ضحية تلك الحروب الكثير من أبناء الأبرياء. نحن أمام مخطط إقليمي ينفذ منذ فترة طويلة، وجاء التحالف العربي عندما لقي الفرصة ووجد الفرصة المناسبة في العام 2015 دخل لينفذ هذه الاستراتيجية التي كان يريد تنفيذها في الماضي. نحن الآن لا يوجد هناك يعني مخطط واضح أو استراتيجية واضحة لمحاربة الحوثي، بل يوجد هناك استراتيجية لتدمير الشعب اليمني، لتدمير الإنسان اليمني، أيضا لتدمير السلم الأهلي والنسيج المجتمعي ودعم العصابات المسلحة هنا وهناك وشيوخ القبائل. تخيل المملكة العربية السعودية تدعم شيوخ قبائل، والإمارات العربية المتحدة تدعم لها عصابات مسلحة وميليشيا مسلحة، وهذا الطرف يدعم هذا الطرف. كيف يفكر هؤلاء؟ الآن الحكومة اليمنية حبيسة في الرياض، الرئيس اليمني تحت في رهن الإقامة الجبرية، نائب الرئيس اليمني رهن الإقامة الجبرية، رئيس الوزراء اليمني رهن. تخيل استدعوا رئيس الوزراء اليمني أن يأتي إلى العاصمة الرياض كي ينفذ المشروع داخل عدن، ولكي لا يكون هناك حرج دولي. يقول اليوم ندعو إلى الحوار لكي لا يكون في إحراج أمام المجتمع الدولي، ولكي يشرع لهذه الميليشيات المسلحة، ولكي ينفذ. يعني أنت ترى أن الصمت خلال تلك الأيام التي حدث فيها الانقلاب كان مخطط له لأجل أن ينهوا السيطرة على المقار الحكومية وعلى المناطق التي سيطروا عليها، ثم يتم الحديث عن شرعنا لهم بحوار؟ كان هناك يعني خطه دقيقه، كانت دقيقه، كانت محكمه بقياده شخبوط بن زايد او طحنون بن زايد ما يسمى برئيس الاستخبارات الاماراتيه. كان هناك خطه محكمه، وراينا كيف تم لقاء ما يسمى برئيس المجلس الانتقالي في العاصمه الامارات في ابو ظبي قبل الانقلاب بيوم. كان هناك خطه اقليميه بدعم دولي للاطاحه بهذه الحكومه الحاليه والاتيان بميليشيات مسلحه الان يريد يقول تعالوا الى حوار في اطار دوله اتحاديه، اي دولة
الدولة الاتحادية. طيب لم ينفذ مشروع على الدولة الاتحادية، هكذا الآن في السيناريو السعودي يقول أو الإدارة السعودية تقول أنه لابد من إجراء حوار بين كافة أطراف العملية السياسية، وأن يكون الحراك الجنوبي طرف في هذه العملية السياسية، وطارق عفاش طرف، والحكومة الشرعية طرف، أي أنهم يريدوا تفتيت تقسيم البلد على أسس جهوية ومناطقية. وبالتالي بعد أيام بعد أن يجرى حوار سياسي بين الحكومة الشرعية وبين ما يسمى بها إذا تم في المستقبل بين الميليشيات المسلحة في عدن، معنى ذلك سيقول التحالف العربي أنا انتهت مهمتي، والآن تبقى على الأطراف اليمنية أن تحل مشاكلها الداخلية، وسينسحب المشهد عسكريا، وتبقى الأطراف اليمنية المتصارعة تتقاتل على الأرض. نعم، إذا اسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز الهداش الخبير العسكري عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير دكتور عبد العزيز، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير، وتحية لكم ولضيوفكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. وبينما يدخل رفاق السلاح معارك جانبية في عدن أستاذ عبد العزيز، ألا يخلق ذلك فرصة عسكرية للحوثي ليسيطر على مناطق جديدة ليكون هو القوة الأبرز والأقوى في المناطق الشمالية؟ ليس في المناطق الشمالية فحسب، بل على مستوى اليمن كاملا، يعني سواء في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية. الحوثي الآن هو من يقرر أي جبهة سوف يهاجم، وهو من يحدد يعني توقيت ومكان وزمان أي معركة. اليوم الحوثي وصل إلى نقطة لم يصلها من قبل، هاجم في يافا، وأعتقد أن الهجوم كان من باب المناوشة، ولكنه حمل دلالة ومعنى رمزي أنني قادر أن أصل إلى أي مكان. الحروب الداخلية وإيقاف الجبهات منذ سنوات، يعني احنا دخلنا في صراع داخلي منذ أكثر من سنتين، يعني الصراع الذي كان فيه تعز بين جماعة أبو العباس والجيش الوطني، الصراع الذي حصل في الجنوب وكان حاصل في الجنوب، الصراع بين مكونات الجبهات المختلفة، عدم تنسيق الجبهات من قبل، أدى هذا إلى أن الحوثي هو الذي يحدد مكان وزمان أي معركة، وهو الطرف المهاجم، والبقية هم الطرف المدافعي. الحوثي كان موقفه ضعيف في عام 2016-2015، كان ضعفا، الحوثي الآن أقوى، الحوثي الآن يستعد أراضي، يصل إلى مناطق لم يكن وصلها من قبل، دخل مناطق لم يدخلها من قبل، مديرية الحشا مثلا في الضالع دخلها، قضى على مديرية، يعني استولى على مديرية الزينة عم في البيضاء، استطاع أنه يسيطر على جزء من مديرية الزاهر ويصل إلى يافع. استطاع الحوثي أنه الآن هو من يهاجم في الساحل الغربي. فالخلافات الجانبية وتوقف الجبهة لفترة طويلة أدى إلى هذه الدرجة. الحوثي ما زال قويا ويستقوي، سواء شعبيا وسياسيا وعسكريا. نعم نعم، إذن يعني تحدثت أن الحوثي هو من يمسك زمام المبادرة ويستعيدها أيضا، إذا لو استمر الحال بهذا الشكل أستاذ عبد العزيز، ما هو أو كيف تقرأ المستقبل؟ إذا استمر الحال، أولا الحوثي حصل على شعبية وجماهيرية نتيجة أحداث عدن الأخيرة. الحوثي الآن بعد أحداث عدن هو نال شرف الدفاع عن اليمن، وهو شرف لم يكن ليناله أو ليستحقه لولا الأخطاء الكارثية التي حصلت من قبل التحالف العربي في عدن. الشرعية للأمانة هي لم تكن موجودة حقيقة، كان وجودها رمزي، يعني لم تكن فعالة، لكن كان وجودها يعني الرمزي أفضل من لا شيء. الحوثي من الآن سوف يستمر ويتمدد ويستقوي جماهيريا وشعبيا وحتى في التسليح. الحوثي هو الذي ما زال يمسك بزمام المبادرة، وهذه نتيجة الأخطاء العسكرية والسياسية التي ارتكبت منذ بداية الحرب، سواء كان من قبل الشرعية أو من قبل التحالف العربي. اختلاف أهداف التحالف أو انحراف أهداف التحالف أدى إلى أن كثير من أبناء الشعب اليمني ينظرون إلى الحوثي على أنه هو من يمثل اليمن. حتى المجتمع الدولي إذا سقطت الشرعية تنتقل الشرعية إلى من يسيطر على العاصمة. هذه الأمور تلقائية، ومن أبجديات السياسة ومن أبجديات العمل العسكري. المستقبل أنا أرى أن المستقبل يعني حتى ولو افترضنا انسحاب التحالف العربي، الحوثي قادر على استعادة جميع أراضي اليمن. نعم.
إذا يبقى معنا أستاذ عبد العزيز، سأعود إليك بعد سؤال الدكتور عادل. الدكتور، يعني لو أتينا للحديث أنه عمليا أصبحت الشرعية بلا أرض تستطيع السيطرة عليها، الميليشيا الحوثية في الشمال وميليشيا المجلس الانتقالي في الجنوب، برأيك ما حجم هذه الكارثة وتأثيرها على مستقبل البلد؟ مع الأسف الشديد يعني هذا سيؤدي بنا إلى حروب أهلية لا سمح الله أخرى وستكون طاحنة، وهذه الحروب لن تكون مثل ما حروب الثمانينات في المناطق الوسطى أو في مثل ما حروب حرب 94 أو حرب حتى العام 2004 إلى العام 2009 بين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس الراحل علي صالح وأيضا الحركة الحوثية. هذه التصرفات التي قام بها التحالف العربي ستدفع الشعب اليمني إلى 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 جهنم، إلى الجحيم. سيكون هناك لدينا أكثر من 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 من, من تيار، لدينا سيكون تيار في حضرموت سينادي بانفصال في حضرموت، لدينا تيار في مثلث الشر في عدن سينادي هذه القبائل التقليدية في الضالع وأبين ولحج سينادوا بانفصال، لدينا أيضا تيار في الحديدة سينادي بالانفصال. الآن هم الآن فخخوا المجتمع اليمني بالميليشيات المسلحة. تخيلي في فشلت الامارات في ان ينفذ مشروعها في تعز على يد الميليشيات الارهابيه بقياده ابو العباس، فشلت في الحديده والان توجهت الى عدن الى عدن. اذا هذا السيناريو او هذه الطبخه التي اعدت مسبقا من قبل الامارات العربيه المتحده والسعوديه هو من اجل ادخال البلد في حرب اهليه طاحنه. ونحن نعرف جيدا عندما نقرا تاريخ الحروب الاهليه لابد بان يكون هناك راعي دولي اقليمي او دولي، لا تتفجر حرب اهليه في اي بلد ما لم يكن هناك رعاة لهذه الحرب من الخارج. إذا من الذي سيرعى الحرب في المستقبل، هذه الحرب الأهلية؟ التحالف العربي، لأن التحالف العربي الآن لديه استراتيجية يريد الخروج من المأزق. التحالف العربي الآن يريد الخروج من اليمن. كيف سيخرج من اليمن بدون أن ينهي الانقلاب؟ لا، هو الآن يعد طبخة. كيف هذه الطبخة؟ هو أن يكون هناك يعني دولة تشكيل حكومة من جميع الأطراف، ثم ترك هؤلاء يقتالون بعضهم البعض ونشر أيضا ميليشيات هنا وهنا، ثم يقول أنا أتيت لنصرة الشعب اليمني وانسحبت، والآن هناك دولة اتحادية وحكومة هشة. كيف ستكون هناك حكومة بدون يعني تواجد على الأرض؟ تخيل الآن 50 أو 70 ألف إلى 90 ألف ميليشيا مسلحة في عدن. تخيل الآن هناك نخب أخرى في شبوة، في المهرة، في أيضا في حضرموت، نخب في الحديده، نخب في تعز، نخب هنا وهناك. اي انهم بعد ان نجحوا في تنفيذ استراتيجيتهم في اليمن، معنى ذلك انه لا خيار امام الشعب اليمني سوى ان يكون هناك يعني تيار وطني حقيقي يفرض سلطه امر واقع في اليمن بدون الحكومه الشرعيه وبدون ما يسمى بالميليشيات الانقلابيه في عدن وبدون الميليشيات الحوثيه في صنعاء. لكن هذا التيار مستبعد في الوقت الحالي، مع الاسف الشديد اننا سندفع الثمن باهظا في المستقبل. نعم، اذا أعود إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، يعني طرد الانتقال آلافا من العمال وأصحاب البساطات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، هل يمكن القول أن الميليشيا الحوثي قد تستفيد من هذه العملية بالحصول على مشاريع مجندين ربما تقدم لهم فرصة للانتقام ممن ظلمهم وكاد لهم بهذا الشكل؟ دعيني اولا اعقب على كلام ضيفك الكريم. هو ذكر كلمه مثلث الشر. علينا ان لا ننسى ان الاخوه في المحافظات الضالع ولحج ويافا يعني يظلوا اخوه لنا مهما اختلفنا سياسيا، فارجو الابتعاد عن هذا المصطلح. كما ان وجود هذه المصطلحات تزيد من الفتنه وتزيد من تأجيج العواطف وتزيد من الاحقاد. فهذه الكلمة أرجو أن لا يدفعوا الحماس إلى بعد من هذا، يعني مع كافة الاحترام والتقدير له. بالنسبة للمبعدين العمال الذين تم استبعادهم من المحافظات الشمالية، هم هذول الفئة هذه هم من الفئة التي لا تدخل في الحروب. عادة هم هربوا من الحروب من مناطقهم لو كانوا حق حرب ضد الحوثي أو غير الحوثي، كانوا ما نزلوا عدن يبحثوا عن عمل. أول حاجة الأعداد هي محدودة لن تزيد إلى 5 إلى 6 ألف أو 10 ألف عامل. الأغلبية من هؤلاء ليسوا رجال حرب، هم رجال عمل. الشيء الثاني، الحوثي لم يعد بحاجة إلى مجندين جديد، كونه امتلأت معسكراته من الطلاب ومن طلاب الثانوية العامة، وخلال فترة الهدنة جند عشرات العلو. فتجنيد المزيد من هؤلاء العمال يزيد العبء عليه. لكنه يستخدم العمال هؤلاء إعلاميا
لتأجيج الصراع ولكسب الشعبية زيادة، لكنهم لن يؤثروا، وإذا تجندوا فسوف يكون عددهم محدود وغير مؤثرين. هم يحملون الآن الحقد ويحملون كل شيء، لكن وروح الانتقام، لكن لا أعتقد أن الحوثي سوف يستغلهم أكثر من الاستغلال الإعلامي. نعم. إذن هل يمكن القول أن ميليشيا الانتقالي صارت هي القوة الموازية عسكريا لميليشيا الحوثي؟ هي تعتبر طرف ثالث على الأرض إضافة إلى الأطراف الشرعية والتي ما زالت تنتسب إلى الشرعية في مأرب وتعز والجوف. ميليشيا الانتقالي أو قوات الانتقالي ربما تحتل المركز الثاني بعد الحوثي من حيث العدد والتسليح. فهم من حيث العدد والتسليح، إضافة إلى من حيث مساحة الأرض التي سيطرون عليها. هم الآن سيطروا على محافظتين، على ثلاث محافظات على الأقل، يعني بنسبة 100%، وعلى بقية المحافظات الجنوبية تتراوح النسبة يعني بطريقة أو بأخرى أو بأخرى. هم لديهم الآن ثلاث محافظات تعادل المحافظات الشرعية التي تتواجد فيها الشرعية في مأرب والجوف وتعز، لكنهم اعتقد الان هم الطرف الثاني في من حيث السيطره على الارض ومن حيث القوه التسليحيه ومن حيث التنظيم. يعني الجيش في مأرب عدده اكبر بكثير لكنه اقل تنظيما واقل تسليحا، فهم يحتلوا المركز الثاني من حيث القوى الموجوده على الارض. الطرف الرابع الذي يمكن تغافلنا عنه هو قوى طارق عفاش، وهذه هو الطرف الاكثر ضعفا في بين هذه القوى، ومسيطر على جزء من الساحل الغربي، وتم تسليمه أمس جزيرة ميون وأعتقد جزيرة الجزر التي جنوب البحر الأحمر، لكنه طرف ضعيف. يعني لولا قوة العمالقة والألوية التهامية لن يكون مؤثر له، لكنهم يحاولوا بعثه في الشمال حتى يكون له دور قادم سواء سلبا أو إيجابا أو فرضه يعني في أي معادلة سياسية قادمة في الشمال. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن دكتور عادل، يعني بدأت هذه الأحداث بمقتل أبو اليمامة بعد طبعا إعلان الإمارات الانسحاب من اليمن، وبعد أقل من يومين من انتشار صور عسكريين إماراتيين وإيرانيين مع بعضهم البعض. إذا ما يعني هل يمكن القول أن الإمارات انتقلت من التحالف مع السعودية إلى التحالف الكامل مع إيران، خاصة إذا ما تذكرنا أن الزبيدي حليف إيران حاليا هو ثمرة تدريب وتمويل إيراني مسبق؟ أولا دعيني أن يعني أعلق على نقطة. أنا عندما وصفت الميليشيات الإنقلابية أنا وصفتها بمثلث الشر، ولا أقصد أبناء جنوب اليمن أو أولئك الأبطال الذين فجروا ثورة 14 من أكتوبر، ولكن أنا أقصد قد ربما خان التعبير، أقصد الميليشيات المسلحة التي تعيث في الأرض فسادا داخل عدن. أما بالنسبة لسؤالك، فعندما نتكلم عن دور الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة هي تعمل من تحت الستار منذ اليوم الأول عندما دخلت في التحالف العربي. نحن نعرف جيدا تاريخها في المناطق الجنوبية من قبل العام 2013، أي كان هناك ميليشيات مسلحة يعني تدرب في بعض الجزر الإرتيرية بدعم إماراتي إيراني، أي أنه كان هناك تدريب وهناك إشراف من قبل الحرس الثوري على الميليشيات الحوثية والميليشيات ما يسمى بالحراك المسلح الجنوبي. كان هناك يعني ميليشيات تدرب في بعض الجزر الإرتيرية، وكانت الإمارات وإيران يدفعان يعني إيجار هذه الجزر ويدفعان أيضا مرتبات لمن يقوم بتدريب هؤلاء. إذن الإمارات العربية المتحدة واضحة في موقفها منذ اليوم الأول عندما تدخلت في ضمن عاصفة الحزم. الإمارات من يقول بأن هناك خلاف سعودي إماراتي فهذا يعني هو نوع من الضحك على الدقون. لا يوجد خلاف سعودي إماراتي، يوجد تقاسم يعني تقاسم المصالح أو المصالح المشتركة. هناك الآن التحالف العربي يريد من الأطراف اليمنية أن تقوم بالدور الوظيفي داخل اليمن، ولذلك هذه الميليشيات المسلحة في جنوب اليمن ستقوم بالدور الوظيفي نيابة عن الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن، وستقوم الدولة الشرعية بطريقة أو بأخرى بالدور الوظيفي لحماية الأمن القومي السعودي، وأيضا للدفاع عن الأراضي السعودية، وأيضا لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية السعودية. إذن نحن أمام فقط تبادل أدوار
بين التحالف بين السعوديه والامارات، ولسنا امام يعني ان من يقول بانه ان الامارات غدرت بالسعوديه وما الى ذلك، هذا لا. انا اتوقع انا باعتقادي بان الامارات العربيه المتحده عندما ذهبت الى ايران هي ذهبت يعني ضمن خطه مسبقه مع الاداره السعوديه، وهناك مشاورات سعوديه اماراتيه للحوار مع ايران. هذه الدول الاقليميه يعني الان في حاجه اسمها بروكسي وور، هناك حرب بالانابه. هذه الدول ستحاول الحفاظ على امنها القومي والحفاظ على مصالحها في الخليج العربي، وبالتالي ستتحاور مع ايران. هم لا يهمهم اليمن ولا يهمهم الشعب اليمني ولا يهمهم المواطن اليمني بقدر ما يهمهم مصالحهم الاستراتيجيه. نعم، اذا هل يمكن القول انه بالنسبه لدولتي التحالف الامارات والسعوديه انه انتهى الحديث او زمن الحديث عن اعاده الشرعيه، وصار هدف التحالف وخلق ودعم كيانات ميليشاوية أخرى تجلس مع الحوثيين على طاولة مفاوضات، وهي تستند في شرعيتها إلى قوة الأمر الواقع كما هو حال الحوثي؟ طبعا أختي العزيزة، التحالف العربي انتهى دوره منذ اليوم الأول في إعادة الشرعية من 26 مارس 2015، لم يأتي لإعادة الشرعية اليمنية، جاء ليفكك ما تبقى من شرعية دستورية للبلاد. هذه هي كانت مهمة التحالف العربي، ونادينا منذ اليوم الأول بأن هذا التحالف لم يأتي لنصرة اليمن، وتكلمنا وكتبنا عن هذا التحالف، ولكن كان هناك من يدير المشهد يعني في الحكومة اليمنية، قد ربما أنهم كانوا يعني يريدون الحفاظ على مصالحهم الشخصية، قد ربما أنهم كانوا لا يستطيعون يتحركوا على الأرض ولهم يعني أعذارهم. لكن التحالف العربي الآن بعد أن نفذ خطتها الاستراتيجية ودمر ذلك المارد اليمن بعد أن دمرت تدميرا كامل، نحن الآن نحتاج إلى 4 عقود من الزمن حتى نسترد دولتنا. نحن الآن بحاجة إلى يعني بحاجة إلى إصلاح. تخيل الآن البلد مفكك، النسيج المجتمعي مفكك، السلم الأهلي مفكك، الوحدة الهوية اليمنية مفككة بين ميليشيات. الآن ظهرت لنا هويات يعني مختلفة، منهم من يقول بأنه من ينتمي إلى هذا الطرف، ومنهم من يقول أنه هوية جنوبي وينكر أنه يمني. إذا نحن أمام سيناريو مرعب. من الذي أوصلنا إلى هذا؟ هو بكل تأكيد الانقلاب الميليشياوي الحوثي الذي يعني أتى بالفرصة المناسبة للتحالف العربي لكي يدمر ما تبقى من دولة اليمن. هل يعقل يعني ربما نحن كما قلت نتحدث منذ البداية بأن هناك مخططات أخرى خاصة بعد تحرير عدن بتلك الصورة والتوقف عند نقاط معينة، أن الإمارات بالذات تسعى لمساعي واضحة أنها خارج أجندة التحالف الذي أتى من أجلها، هل يمر كل ذلك على الحكومة الشرعية دون أن يعني أن تعي حجم الكارثة التي وضعت نفسها والبلد فيها؟ أختي العزيزة، الحكومة الشرعية لا تستطيع الحديث. تخيلي عندما تكلم ناطق الجيش اليمني وقال نحن لا نستلم حتى دبابة واحدة، لا يأتمن التحالف العربي على الدبابة وعلى مدفع، هذا ناطق الجيش اليمن. تخيل ما الذي جرى؟ مش مدير التوجيه المعنوي، مدير التوجيه المعنوي او ما الى ذلك. هذا الرجل يعني عندما تكلم قالوا له تفضل اخرج من مكانك. اذا كان هذا الرجل العسكري تكلم يعني بالحقيقه، ماذا قالوا؟ قالوا تفضل. عندما حتى الوزراء واعضاء في مجلس النواب عندما تكلموا بالحقيقه قالوا لهم تفضلوا، منهم جباري وشخصيات اخرى. الحكومه اليمنيه نحن نعرف جيدا بانه لم يكن بيدها السلاح حتى تدافع عن نفسها. نحن نعرف بان الراحل علي عبد الله صالح والحركة الحوثية انقلبوا على مؤسسات الدولة، وبالتالي هم بعد صدهم المسلح على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية أصبحت هذه الشرعية ليس لديها إلا الاسم، شرعية دستورية معترف بها العالم أجمع، ولكنه لا يوجد لديها يعني تواجد على الأرض عسكريا، وبالتالي اضطرت إلى أن تدعو التحالف العربي، ولكن التحالف العربي يعني طعنها بخنجر مسموم في الظهر. هذه الشرعية مسلوبة الإرادة، هذه الشرعية لا تستطيع أن تتحرك حتى من داخل الفندق إلى فندق آخر إلا برضاء الاستخبارات السعودية. كيف نطالب من هؤلاء أن ينقذوا البلد وهم ترهن الإقامة الجبرية؟ لابد من إيجاد تيار وطني حقيقي على الأرض. هذا ما الذي يمكن أن يقدمه هذا التيار؟ هذا التيار الوطني إذا وجد، يعني هناك أعضاء برلمان، هناك أعضاء في البرلمان اليمني مع الأسف الشديد، هؤلاء باستطاعتهم أن يسحبوا شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، باستطاعتهم أن يوجهوا رسالة للمجتمع الدولي، باستطاعتهم أن يجتمعوا داخل محافظة يمنية محررة في مأرب أو في الجوف أو في سيئون، وأن يرسلوا رسالة للمجتمع الدولي. لكن هؤلاء هم لا يريدوا حتى مصلحة البلد، هؤلاء هم الآن يتذرعوا بالأمن وما إلى ذلك. بعد أن اجتمعوا في سيئون لماذا لم يطلبوا في تلك الفرصة المناسبة بأن يكون هناك محاسبة للحكومة اليمنية وللتحالف العربي؟ لماذا لم يطلب إذن متورط مجلس الشعب اليمني في هذه الكارثة، الحكومة اليمنية متورطة، الميليشيات المسلحة متورطة، وكل من يدير دفة الحكم هو متورط في الكارثة التي وصلنا إليها اليوم. نعم، إذن تساعد الحكومة الشرعية من جهة والسعودية والإمارات الحوثيين على تقديم أنفسهم أبطالا مدافعين عن شعبيهما أو عن وأمام العالم أيضا بما
بأنهم هم يقوموا بالدفاع ضد عدوان يعني كان عليهم من قبل دول التحالف. كيف يؤثر ذلك الموقف على هاتين الدولتين في التحالف أمام العالم والمجتمع الدولي وكل من يتابعون المشهد اليوم؟ طبعا رأينا كتب رئيس مجموعة الأزمات الدولية مقال في واشنطن بوست قبل 3 أيام أو 4 أيام، قال فيه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحاور مع جماعة الحوثي فهي التي تتواجد على الأرض عسكريا، هكذا قال رئيس مجموعة الأزمات الدولية. إذن الآن التحالف العربي هو لا يهم أن يكون هناك، هو يهم أن لا أن أن أن, أن تنفذ استراتيجيته. ولو كان التحالف العربي يهمه الإنسان اليمني والمواطن اليمني لكنا رأينا حسما عسكريا خلال السنوات الأربعة الماضية. ولذلك التحالف العربي هو لا يتورع، لديه هذه حرب، وتجار الحرب لا يهمهم الدماء، لا يهمهم الأبرياء، لا يهمهم مستقبل الشعوب. هذه حرب، هذه حرب مصالح، هذه حرب إقليمية، هذه حرب دولية، هذه مخططات دولية تنفذ على حساب الضعفاء في هذا الكوكب الأرضي. وبالتالي التحالف العربي لن يشعر بالحرج، ولو كان يشعر بالحرج ما تجرأ للانقلاب على كل الأهداف التي جاء من أجلها. هو لا يشعر بالحرج ولا يهم المجتمع الدولي. نحن نعرف بأن هذه الدول لديها قدر كافي من المال، يستطيعون شراء المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأسرع. هؤلاء يدفعون مليارات الدولارات لإدارة ترامب الذي تواطأ في قتل خاشقي، قال بأنه لا يعرف كيف القضية بعد أن استلم 400 مليار دولار. إذن التحالف العربي لا يهمه الإحراج ولا يهمه أي شيء، وسيستطيع أن يشتري كثير من الولاءات مع الأسف، ولاءات داخلية وأيضا الولاءات الخارجية. نعم. إذن اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم قعطبي المحلل السياسي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا أهلا، مساء النور. أهلا بك. إذن أستاذ إبراهيم، بعد انقلاب عدن هل ما زالت معركة استعادة الدولة قائمة برأيك؟ أنا في اعتقادي أنه ما يجري في على الأرض ليس من أجل استعادة الدولة، وإنما من أجل تشكيل كيان جديد يتبع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. نعم. الشرعية لو أراد التحالف إعادة الشرعية لاستطاعوا ذلك منذ بداية الحرب، من خلال خلق أرضية لها، من خلال عدم تسليح الميليشيات وعدم خلق يعني أي أرضية جديدة لكل ما يقوض الحكومة الشرعية نفسها. رأينا في آخر معقل للحكومة الشرعية في الجنوب وبالتحديد في محافظة عدن، تم السيطرة على مقراتها وعلى السكنات العسكرية والألوية التابعة للحكومة من قبل ميليشيات خارجة عن نظام القانون، هدفها هو تقويض الشرعية. أنا في اعتقادي آخر اليوم أن ما تقوم به الإمارات والسعودية هدفه هو استخدام ورقة الشرعية من أجل خلق شرعية جديدة ليس لها علاقة لا باليمن ولا بالشرعية ولا بالشعب اليمني، وإنما بالأهداف والاستراتيجيات التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهذا بات واضحا على الأرض. الشرعية أصبحت ورقة أداة ليس لها أي قوة على الأرض ولا تملك قرار نفسها. عندما يستدعي يعني يمنع الرئيس من العودة إلى البلد، عندما تمنع الحكومة من العودة إلى البلد، عندما يتم إجلاء ما تبقى من الوزراء كالميسري من عدن بدلا عن إجلاء قيادة الميليشيات والمخربين والانقلابيين من البلد، يتم إخراج ما تبقى من الشرعية، وهذا رأيناه قبل أيام عندما أخرجوا ما تبقى من وزراء الشرعية من عدن إلى المملكة العربية السعودية تحت إشراف سعودي إماراتي. إذا نحن أمام واقع جديد، الشرعية سيستخدمونها حتى تتلاشى تماما، لكنهم يريدون استخدامها من أجل إعطاء نوعا من الشرعية لما يقومون به على الأرض من خلال يعني خلق ميليشيات جديدة. كما تعرفي حتى بعض قيادة الأحزمة الأمنية تم تعيينهم من قبل الرئيس هادي، فلذلك اليوم يقولون هؤلاء معينين من قبل الشرعية، الآن يدعون إلى حوار مع الشرعية من أجل إعطاء الميليشيات والإنقلابيين الجدد شرعية، وهذا خطر بالنسبة لليمنيين وشرعيتهم ومستقبل بلدهم ووحدته واستقراره. المجتمع الدولي لا يقبل لا انفصاليين ولا إنقلابيين ولا ميليشيات، يتعامل مع حكومة شرعية حتى لو بقت ورقة فقط. فلذلك يجب الانتباه لهذه النقطة المهمة، إنه يجب التمرد على المملكة العربية السعودية والإمارات. الهادي لا يعرف ولا
أن لديه ورقة شرعية وهي الورقة الأقوى، يعني الاعتراف الدولي الاعتراف الداخلي. لا يستطيع أحد تنفيذ أي أجندة خارج الأجندة اليمنية على أرض الواقع إلا من خلال هذه الشرعية، فلذلك هم يريدون بقاءها في السعودية من أجل تمرير كل أجندتهم ويعطونها سبقة شرعية، وهذا يجب أن لا يمرر تماما. نعم، إذن كيف تقرأ الانقلابين في ضوء المعطيات التي حدثت؟ هل هناك عوامل مشتركة؟ المخطط واحد والأمور باتت واضحة، يعني أنه المملكة العربية السعودية والإمارات لن تحرك ساكنا. نحن والعالم كله يدرك منذ انقلاب الحوثيين في صنعاء أنه تم بمخطط من قبل الدول التي تقود الثورة المضادة ضد تحركات الشعوب وضد الثورة ثورة أو ثورات الربيع العربي من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية. قاموا بتمويل الحوثيين ومن خلال صالح وانقلبوا على الحكومة الشرعية، أخرجوا الحكومة الشرعية ومن ثم تحولوا إلى الجنوب، والآن يقوضون الشرعية ويقوضون الجنوب. نفس الأبجديات تستخدم، نفس الأدوات، لكن اليوم الأمور باتت أكثر وضوحا. الإمارات تدرب أو أدخلت 400 مدرعة إلى عدن وحدها من أجل ضرب مصالح الشرعية، من أجل ضرب الحكومة الشرعية، من أجل الاستيلاء على المؤسسات الشرعية. يعني بات الأمر واضحا. ربما عندما حدث الانقلاب في صنعاء لم كانت الصورة معتمة شوية، لكن الآن أصبحت أكثر وضوحا. السعودية تبارك لما يحدث في عدن، بل تدعي الانقلابيين إلى يعني المجيء إلى المملكة العربية السعودية لفتح النقاش مع الحكومة الشرعية، وهذا يعني تكريمهم بالإنجاز الذين قاموا به. الأمور باتت واضحة أن من أدخل الحوثيون إلى صنعاء من خلال صالح، وكان الهدف هو آخر اليوم أن صالح سينقلب على الحوثيون، اليوم يكررون نفس المشهد لكن بصورة أكثر وضوحا في الجنوب، من أجل أن يدخل اليمن في دوامة العنف، من أجل أن يبقى اليمن ضعيفا، أن لا يصبح دولة مثل قطر. هؤلاء ذهبوا حتى لمحاصرة دولة مثل قطر، لأنها أصبحت دولة ذات ثقل إقليمي ودولي. هم لا يريدون أي دولة في المحيط أن تصبح دولة قوية، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا منذ انطلاق. نعم، في ظل هذا التهميش ويعني ربما ما يحدث للشرعية وللبلد، كيف ينظر المجتمع الدولي لتلاشي الدولة في اليمن على حساب الميليشيا؟ للأسف الشديد هناك نقطتين مهمتين. أنه حتى في وسائل الإعلام الدولية، في كل وسائل الإعلام الدولية الفرنسية الأمريكية وغيرها، يصنفون ما يجري في عدن بالانفصاليين، أي أنه لا يوجد اعتراف لا شرعي ولا دولي، ويدركون حجم ما يجري في الجنوب. أيضا كل الصحف العالمية تذكر أنه الانقلاب الذي حصل في عدن من قبل الانفصاليين بتمويل من الإمارات العربية المتحدة، وأن ذلك سينقلب وستكون له عواقب وخيمة على المنطقة وعلى السعودية والإمارات بالوجه التحديد. المجتمع الدولي أحيانا يقبل بالأمر الواقع، لكنه نحن نتكلم على بلد عضو في الأمم المتحدة لها حدودها، وكل بيانات مجلس الأمن الدولي تدعي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ووحدة أراضي الجمهورية اليمنية. يعني هم، ولذلك في اعتقادي أن الورقة الأقوى هي ورقة الشرعية. الإمارات والسعودية تحاول تقويضها بأكبر قدر ممكن وإبقاء رأس الشرعية هرمها من أجل تمرير مخططاتهم. لا يستطيعون تمرير أي مخطط سينفذ دوليا ويتم التوقيع عليه بدون هذه الشرعية. ما يجري من انقلابات المجتمع الدولي لا يقبلها، لكن المشكلة أن يوجد دولتين في منطقة الخليج هي الإمارات والسعودية، لديها المال والجاه وتستطيع شراء الولاءات وتستطيع توظيف الإعلام الدولي لصالحها، وإلى حد كبير استطاعت التأثير على دوائر السياسة الدولية أن يبقى الملف اليمني في يدها، لكنها استطاعت القيام بذلك. ليس فقط لأن المجتمع الدولي يتغاضى عن ما يجري في اليمن، لأن الحكومة الشرعية
هي مسجونة الآن داخل المملكة العربية السعودية ولا يستطيع العالم التخاطب معها، فهم استطاعوا أن يبقوا الحكومة الشرعية أسيرة لدى هذا التحالف، وأيضا استطاعوا أن يتخاطبوا مع المجتمع الدولي رأسا بدون هذه الحكومة الشرعية. فالمجتمع الدولي الآن لا يدري ماذا عليها القيام به طالما الحكومة الشرعية لا تقوم بدورها نحو الشعب اليمني. هذه نقاط مهمة وجوهرية، لكن في آخر المطاف العالم كله يدرك أنه لا السعودية ولا الإمارات ستستطيع تقسيم اليمن، ربما تلحق الضرر الأكبر بالمواطنين، ربما تحاصر اليمنيين، لكن آخر اليوم لن يستطيعوا تنفيذ مشاريعهم بالطريقة الذين سيفكرون أنهم من خلال الميليشيات سيتحكمون باليمن. نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. إذن في ظل كل هذه المعطيات دكتور عادل، ما هي الخيارات المطروحة أمام الشرعية للخروج باليمن من هذه المأساة؟ لا خيار أمام الشرعية اليمنية سوى رفض الحوار مع الميليشيات الإنقلابية في داخل العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا إذا أراد التحالف العربي أن يدعم هذه الشرعية فعليها سحب هذه الميليشيات من عدن، وعلى إعادة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إلى قصر معاشيك بالقوة العسكرية. وإذا لم تستطيع الحكومة الشرعية أن ترجع إلى العاصمة عدن فعلينا أن نقرأ عليها الفاتحة ونضع أيدينا على قلوبنا من المستقبل المشؤوم بسبب تصرفات التحالف العربي الذي يسعى جاهدا إلى تفكيك البلد، وقد فكك البلد لا نملك أي خيار سوى أن ندعو لأبناء شعبنا وعلى بلدنا المنكوب الذي أصيب بشلة فاسدة أو ثلة فاسدة تحكمه، وأيضا أصيب بتحالف غدر وأيضا ميليشيات إنقلابية مسلحة هنا وهناك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيلة الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.